مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من رايك بصوتك يوميا من السادسه وحتى السابعه. خلال ساعه بنناقش موضوع بنطرحه على حضراتكم من خلال بعض الاسئله، بنستنى فيها ارائكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه سواء فيسبوك او تويتر رايك بصوتك والنهار اليوم، او من خلال ارقام التليفونات لمده ساعه كامله بتظهر عشان تشاركونا برايكم بصوتكم. النهارده زي ما تابعين في الاسئله وزي ما شايفين في اليومين اللي فاتوا فيما يخص كره القدم، كانت الجماهير المصرية اتفاجئت بل اتصدمت بخسارة أمام المنتخب التشادي. منتخب مصر بيخسر من منتخب تشاد بعد شهرين بس من فوز منتخب مصر نفسه على منتخب تشاد بظروف تبدو مختلفة 5-1 هناك، ولكن ده كان في تصفيات أمم أفريقيا. لما نروح في تصفيات كاس العالم، الحلم اللي بقاله أكتر من 25 سنة متغير أو غايب عننا، بنخسر هناك 1-0. عندنا فرصة إن احنا بكرة يوم الثلاث نكسب الفريق ده بأكتر من هدف، 2-0 توصلنا للمرحلة الأخيرة من التصفيات. المرحلة الأخيرة من التصفيات شكلها عامل إزاي؟ شكلها عبارة عن 20 فريق تأهل منهم بالفعل عدد كبير منهم يمكن 10 فرق، هيعملوا 20 فريق يتوزعوا على 5 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، يوصل أول كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2018. ولكن القلق اللي أصاب المصريين إن إحنا مع أول مرحلة وبنخسر من منتخب تشاد 1-0، ده عامل قلق للناس. طيب ايه اللي هيحصل بكره؟ هل احنا قادرين على التعويض؟ الناس بدات تحس ان في قلق شويه، ان المستوى مش مجرد ان هي خساره، ولكن مستوى مباراه الذهاب اللي اتلعبت من 3 ايام كان مستوى غير مطمئن. الحقيقه ان كان في جزء كبير تم تحميله للمدير الفني الارجنتيني هكتور كوبر، ربما اللي ما عملش خطه مناسبه او اختار تشكيل يبدو غير مناسب بالنسبه للمنتخب، كمان اتاخر في اجراء تغييرات واكتفى بمتابعه الاداء لفترة طويلة جدا خلال المباراة، وأول تغييرات كانت متأخرة جدا. كمان من أسباب الهزيمة ربما ضعف أداء اللاعبين وعدم التركيز. الناس بتتكلم على لاعب مش ظاهر بمستواه، فين باسم مرسي اللي بيسموه الحاسم؟ فين دفاع منتخب مصر؟ فين أحمد الشناوي؟ فين محمود كهربا؟ فين مؤمن زكريا؟ اللاعبين دول كانوا فين في مباراة الذهاب؟ فين أحمد حسن كوكا هداف فريق سبورتنج براجا البرتغالي؟ الناس كلها بدأت تقلق، ولكن مع ضعف مستوى منتخب تشاد بقى التركيز ان احنا حتى لو عبرنا مواجهة الغد بإذن الله، ايه اللي ممكن نعمله في التصفيات؟ هنسألكم النهاردة السؤال ده وهنسأل بعض النجوم والمتابعين بعد ما حصل بعض التغييرات في صفوف المنتخب الفترة اللي فاتت، ولكن مفيش وقت ان احنا نعمل تغييرات بعد لقاء الذهاب عن لقاء الغد اللي هيتلعب يوم الثلاث في استاد برج العرب الساعة 6:30. هنسألكم بعض الأسئلة وهنعرف تعليقاتكم ورأيكم على مشوار منتخب مصر في التصفيات اللي كانت بدايته تشاد وخسرنا 1-0. محتاجين أهم حاجة نعدي مرحلة بكرة ونبدأ نركز في اللي جاي، فهنسألكم على كل المرحلة دي فيما يخص تصفيات كأس العالم 2018. قبل الفاصل كالمعتاد بنفكركم بأسئلتنا اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرص مصر في التأهل لمونديال 2018 وهي كالتالي. بعد الخسارة من تشاد بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب في المرحلة الثانية من التصفيات، هل ينجح المنتخب يوم الثلاثاء في تعويض الخسارة بهدف في تصفيات كأس العالم 2018؟ ما هو التشكيل الأنسب لخوض مواجهة برج العرب؟ بمعنى نلعب باتنين مهاجمين ولا نلعب مهاجم واحد ثلاثة تحتيه؟ اللاعبين اللي يشاركوا مين؟ دي رؤيتكم، ابعتوا لنا تعليقاتكم. وفي حالة العبور من تشاد، توقعاتك لمجموعة الفراعنة في المرحلة الأخيرة للتصفيات في ظل أمور مهمة جدا خاصة التصنيف، وإحنا تصنيفنا يبدو حاليا مختلف عن الفترات الماضية، تصنيف ثالث. بعد الفاصل في رأيك بصوتك هنتناقش في هذه القضية، ولكن بنفكركم الفقرة الأخيرة من حلقتنا هي فقرة شكوتك بصوتك. ننسى خالص اللي بنتكلم عنه النهاردة، وأي مشكلة عندك في أي مجال سواء مجال عملك أو مكان سكنك أو مشكلة في الشارع حابب تعرضها توصلها للمسؤولين، ابعتها لنا أو اتصل بينا من خلال أرقامنا في الفقرة الأخيرة. ولكن بعد الفاصل عن مصر وتشاد والتصفيات الإفريقية لمونديال 2018. Thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد في حلقتنا من رايك بصوتك اللي بنناقش فيها زي ما شايفين في الاسئله منتخب مصر وموقفه من تصفيات كاس العالم 2018. هزيمه المنتخب امام تشاد اكيد بتؤثر على ترتيب المنتخب في الفيفا، التصنيف اللي في النهايه هياثر على ترتيبنا او المجموعه اللي ممكن تتشكل بعد باذن الله عبور منتخب تشاد في تصفيات كاس العالم، بمعنى ان احنا حاليا في الفئه الثالثه التصنيف الثالث، خرجنا من ال11 او من العشر اوائل بقينا في المركز ال11 افريقيا، ده اكيد هياثر، ولكن اساسا لم يتحدد امتى هتتعمل قرعه المجموعات في المرحله اللي جايه، ولكن خلينا الاول نعدي من تشاد، نشوف راي حضراتكم لما نزلنا الشارع وسالناكم عن رايكم في لقاء الذهاب ورايكم في لقاء الغد في لقاء العوده وكمان التصفيات بشكل عام، ممكن مصر تعملها ولا ايه؟ نشوف التعليقات. هو ان شاء الله يعني بخلاف الماتش الاولاني اللي هو ما كانش فيه روح ولا كان فيه جديه ولا كان فيه التزام، هو المدرب كويس، اتحاد الكوره السبب في اللي احنا فيه الماتش الاولاني، اتحاد الكوره الاعداد للمنتخب ماتش السنغال، ولحد دلوقتي ما عرفناش مين السبب في المشكله بتاعه ماتش السنغال والماتش الاعداد بتاعه، فاتحاد الكوره هو السبب الرئيسي في المشكله اللي محطوط فيها المنتخب. اللعيبه كويسه، اللعيبه خامات كويسه، المدرب كويس، بس هي عاوزه اعداد. بس الماتش بتاع بكره ان شاء الله انا اتوقع ان هي بس المشكله اللي كانت في الماتش الاولاني الربط بين خط النص والهجوم. والله المنتخب ان شاء الله باذن الله يقدر يعوض خسارته وهيكسب باذن الله، احنا متعودين دايما ان الفراعنه بيبانوا في وقت الشده وده وقتها يعني ان شاء الله، واللي حصل ده كان حاجه عشان تفوقنا في الايام الجايه ان احنا ما نسيبش اي نقاط تاني او اي حاجه ونعوض خسارتنا بسرعه ومفيش حاجه. المفروض مصر بكره تكسب بفرق هدفين على الاقل بس ما يخشش فيها، ممكن 2-0 كده لان الجون بره الارض بيتحسب باتنين، ومصر لازم طبعا بتشكيل هجومي لان احنا الماتش اللي فات بنلعب في الشاد وخايفين منها. الشاد اقوى يعني يعتبر اضعف فريق في افريقيا تكتيكيا، وبنلعب قدامهم باتنين نص ملعب ديفندرز، مفيش حد بينقل هجمه، مفيش حد بيعمل كده بصراحه قدام فريق ضعيف. فانا رايي في مصر هنا لازم نلعب بنص ملعب يقدر يوصل لقدام زي حسام غالي او صالح جمعه، ونص تاني ملعب يامن ورا، نقدر نقول النني مثلا لانه محترف وعارف اللي بيحصل. مهاجم ما ينفعش نلعب باتنين مهاجمين نفس الستايل، الاتنين ينزلوا يستلموا، لازم نلعب مهاجم راكز جوه ال 18، مهاجم يرجع لورا يستلم. وصناع اللعب ما ينفعش اتنين يكونوا متطرفين وسراع، لازم واحد يبقى راكز يصنع لعب والتاني يكون متطرف وسريع يخلق هجمات. المفروض كان ماسك حسام البدري، هو افضل مدرب مصري وهو اللي طلع بره عمل انجاز. ان شاء الله مصر هتفوز 2-0 ان شاء الله بجون عمرو جمال وعماد متعب. عماد متعب مش موجود اساسا مع المنتخب، ولكن عمرو جمال هل ممكن يعملها؟ هل ممكن هو اللي يشارك؟ باسم مرسي حتى الان لم تتحدد مدى قدرته على المشاركه في لقاء الغد، لانه من ضمن اللاعبين اللي اصيبوا كمان في لقاء الذهاب، لان لما المصيبه بتحصل هي ومعها كم مصيبه كده، هو ودويدار تعرضوا للاصابه، ولكن عمرو جمال حتى بالامس كان في اصابه ولكن تبدو بسيطه فيما يخص النزيف اللي تعرض ليه من الأنف. على أي حال خلونا نروح لإسكندرية نعرف إيه اللي بيحصل دلوقتي في اللقاء المنتظر غدا بإذن الله. المطرة كان الناس قلقانة منها، إيه اللي بيحصل في استاد برج العرب؟ معنا تليفون أستاذ هاني العوضي الناقد الرياضي من الإسكندرية. أستاذ هاني أهلا بيك. أستاذ هاني طيب لحد ما تجهز المكالمة مرة ثانية مع أستاذ هاني العوضي، خليني أقول لكم إن المنتخب بيخوض اللقاء بإذن الله غدا في استاد برج العرب. كان الحديث برضو على إن درجات الحرارة وكمان النوة اللي بتحصل في اسكندرية وده موعدها إن هو النهاردة وبكرة ممكن نلاقي أمطار، بالفعل سقطت أمطار بالأمس والنهاردة في الإسكندرية، ولكن عن حالة الملعب قال المسؤولين إن مفيش أي مشاكل وإن الملعب جاهز لاستقبال المباراة، وكمان الجهاز الفني للمنتخب قال إن اللاعبين حالتهم المعنوية جيدة وإن هم قادرين على العودة بلقاء الغد بالفوز على منتخب تشاد بأكتر من هدف، زي ما سمعنا بعض الآراء الخاصة بالتشكيل، ايه اللي ممكن يتم الدفع بيه؟ اتنين مهاجمين ولا مهاجم واحد؟ باسم مرسي ولا كوكا ولا عمرو جمال هو اللي يبدا الدفاع؟ كمان بعد اصابه دويدار هل يبقى الدفع بجوار احمد حجازي بسعد الدين سمير اللي لعب جزء من اللقاء الماضي ولا ايه اللي هيحصل؟ دي كانت بعض الموضوعات المهمه. ولكن برضو فيما يخص الاصابات، شريف اكرامي النهارده من حوالي ساعتين خرج من قائمه الفريق اللي هتلعب بكره ان شاء الله، بمعنى ان هو تعرض لاصابه بحسب التقارير الخارجه من معسكر المنتخب في برج العرب، وبالتالي بقى عندنا يعني خرج هو مش هو الاساسي كده كده احمد الشناوي، ولكن تم انضمام الشناوي حارس مرمى بتروجيت بدلا من شريف اكرامي. معنا على التليفون الكابتن ايمن يونس الخبير التحليلي ونجم نادي الزمالك الاسبق. كابتن ايمن اهلا بيك.
مساء الخير يا هادي. مساء النور، منورنا يا كابتن، اخبارك ايه؟ اهلا بيك اهلا بيك. الحمد لله. المصريين اتصدموا بنتيجه الذهاب، ولكن لسه عندنا امل بكره، وبعديها عندنا امل في المرحله الاخيره اللي دايما بنقف عندها. توقعاتك ورؤيتك للقاء الغد كابتن ايمن؟ لا، صدمه فعلا. هو المباراه كانت الاولانيه صدمه، وكانت يعني نوت شادي، كانت يعني شديده السقوعيه علينا، يعني النتيجة غير مقبولة وأداء غير مقبول، وحتى القيادة الفنية لأول مرة مع ثقتنا الكاملة في كوبر، لكن كان القيادة الفنية كمان كانت يعني أقل بكتير من المتوقع. رغم حالة الاهتمام والإعداد الرهيبة اللي قام بها المهندس هاني بوريدة فور توليه المسؤولية كقيادة المنتخب الأول، اعتقد كل الظروف كانت مهيئه ان منتخب مصر ويعمل نتيجه مميزه، وكمان داخل بنتيجه سابقه 5-0 لو تتذكر يعني. مظبوط. كل ده كان يعني يدعوك ان انت تتفرج على ماتش حلو. كسبناهم هناك 5-1 من شهرين بس يعني. لكن احنا عملنا ماتش سيء جدا واداء يعني ضعيف جدا، واخدناهم علينا باللفظ البلدي، يعني خلناهم طمعوا فينا وخدوا علينا ودخلوا في الماتش وجابوا جون وكسبوك، وجايين النهارده يقول لك ممكن نلعب. يعني انا متابعهم ومتابع اللي بيكتبوه بيتكلموا ازاي هيقدروا يامنوا الدفاع وهيحاولوا يخطفوا جون والموضوع سهل، وبيتكلموا على الثقه. هم خدوا ثقه بعد الفوز اللي حققوه لاول مره، هم وصفوه بالفوز التاريخي على منتخبنا. عشان كده هنتكلم بقى في اللي ممكن يحصل بكره يا كابتن ايمن، ولكن اسمح لي بعد الفاصل هنكون مع حضرتك نعرف بقى رؤيتك للقاء الغد، وكمان بعد العبور باذن الله من تشاد ايه اللي ممكن نعمله. بعد الفاصل تبقى معنا كابتن ايمن يونس في رايك بصوتك. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في حلقتنا من رايك بصوتك. زي ما انتم عارفين تعليقاتكم المهمه جدا برايكم بخصوص تصفيات كاس العالم ومشوار مصر في هذه التصفيات هيكون من خلال صفحتنا على فيسبوك رايك بصوتك، او على تويتر، او النهار اليوم على كلتا الصفحتين. خلونا نكمل حديثنا مع الكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق. كابتن ايمن اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن ايمن. يعني اتفضل. زي ما انت قلت وانا اتفقت معاك ان البدايه كانت صدمه غير متوقعه لحلم احنا كلنا بنسعى ليه. حلم يعني واضح ان من اول وزير خالد عبد العزيز والمشرف الفني دلوقتي المهندس هاني بوريده والناس كلها قاعده تزق في الحلم ده انه يتحقق. وكل حاجه كانت مجهزه لتحقيق الحلم، وبدايه كان المفروض مقبوله جدا مع فريق متواضع جدا اللي هو تشاد، لكن المفاجاه والصدمه، الصدمه المخيبه للامال في الاداء. عشان كده احنا زعلانين من اللعيبه ان هم ادوا كده، لكن متوقعين من اللعيبه ان هم يعوضوا ده، متوقعين من اللعيبه ان هم يردوا كرامتهم الكرويه ضد فريق متواضع كده، فريق طمع فينا وفريق حقق هو حلمه بقى ان هو على الاقل كسب مباراه في منتخب مصر، وكسب منتخب مصر 1-0. اعتقد ان احنا مطالبين ان احنا يبقى لنا شخصيه مختلفه. كوبر اعتقد قدم مباراه هي الأسوأ ليه، تعالى ننساها كلنا وكوبر ينساها وتكون بدايه جديده لتصليح الاوضاع وتصليح ان الملعب كان مليان اخطاء فنيه. فاتمنى ان كله يعني يتم تلافيه، خاصه ان الفريق تشاد مقبول قابل للهزيمه بسهوله، يعني قابل ان انت تحقق خماسيه تاني او سداسيه تاني. لكن انت جايبه بقى بشحن ايجابي وجايبه بكسبان 1-0، هيزهقك في الملعب، هيقدر يعمل لك مشاكل كتيره قوي في الملعب، خاصه في اول نص ساعه اللي هي هتبقى حكم ما بيننا وما بينهم. بالزبط. هل هو 1-0 بتاعته دي هتقدر تسنده وتوقفه قدامك ويبقى العين بالعين فعلا في الملعب، يعرف يبص لك كويس ويحس ان هو قدك في الامكانيات، ولا هتقدر تجيب جون واثنين في اول نص ساعه بحيث ان انت ترجعه لحقيقته ان هو طيب. يعني قابل للهزيمه بمنتهى السهوله. بالظبط. في ظل المعطيات دي، سواء بان هو فازنا على ملعبه 1-0، او في ظل بعض الاصابات، او في ظل كمان معطيات ان التشكيل يعني والاداء كمان فيما يخص هيكتور كوبر كان مش هو المتوقع منه او الأسوأ كما وصفته منذ توليه مسؤوليه المنتخب، ايه التشكيل الانسب ان احنا نلعب بيه بكره، او الخطه نلعب برضو باثنين مهاجمين ولا واحد وثلاثه ورا يسندوه؟ شكل المنتخب عامل ازاي؟ هو طبعا اثنين مهاجمين اثبتت فشلها في اي حته في العالم. اثنين مهاجمين دي بتاعت اللحظات العشر دقائق ربع ساعه الاخيره اللي انت بتلعب كرات طويله وعايز تزود الزحمه جوه ال 18. لكن غير كده من الناحيه الخططيه جوه الملعب دي بتضايق اي فيرود، لان انت بتقلل حجم المساحات بتاعته. كره القدم الحديثه اللي احنا عايشين فيها هي كره القدم المساحات، ازاي يكون في مساحه فاضيه تتلعب فيها الكوره يتحرك ليها اللاعب، هنا بتحصل اللحظه المهمه للمهاجمين اللي هو الهدف.
كل ان انت تلعب براسين حربة اثبتت فشلها. عملت راسين حربة اتعزلوا الماتش اللي فات مع حالة سوء الاداء في منطقة نص الملعب وعملية التحول الهجومي البطيئة قوي اللي احنا عشنا فيها مع اطراف ملعب كانت يعني في اقل مستوياتها في اليوم ده، في طلعت الصورة وحشة كده. مصر مطالبة انها تلعب براس حربة واحد، لازم ثلاثة تحتيه، واحد بلاي ميكر وراه على طول اللي هو بيلعب خلف راس الحربة، ولازم يبقى وسط ملعب مهاجم، وده اهم لعيب محوري وده لازم يبقى موجود بكره، ولازم كهربا طبعا على الشمال، ولازم اذا ما فيش محمد صلاح يبقى مصطفى فتحي، لازم محتاج اشول لاعب اشول في الناحيه اليمين، وده برده افتقدناه في مباراه تشيلسي. لو كان مصطفى فتحي موجود في الحته دي او لاعب بيلعب اشول برجل الشمال كان هيسبب لهم مشاكل، لكن احنا ضحينا بالمنطقه دي خالص اديناها لهم ايديه. لازم التعليمات الهجوميه لعمر جابر وصبر رحيل او ايمن اشرف تكون خاصه في ظل كلمه غيابات لمنتخب مصر، دي كلمه طبعا مهمه لكن برضو مش مقبوله في عالم مش قدام تشاد كمان مصر واي لعيب. يعني خلي بالك اذا كان صبر رحيل هيبتدي او ايمن اشرف، صبر رحيل لازم يعرف يتحرك ما يضايقش كهربا، ما يجيبش لعيبه كتير على كهربا. يعني هي فلسفه ان انت تهاجم من ورا لقدام او الباك ليفت يطلع يقدر يعمل وينج من غير ما يسحب حد من نص ملعب الفريق المنافس ويعمل له اضافه دفاعيه على كهربا، لان كهربا عايز حريه وعايز حركه. كهربا عمل مباراه كمان سيئه جدا، واحد عمل اكثر من 20 22 ميس بول في المباراه، فقد الكرة بنسبه مبالغ فيها، وهو كهربا من اللعيبه المميزين، فلما يعني قل انتاجه في المباراه ظهر الضعف المفاعليه الضعف الفعاليه الهجوميه، لانه كمان من مفاتيح لعبك كمنتخب ان هو اعتمادا على المهارات، كمان سواء في المهارات كمراوغات او تسليم كرات، ولما دي تفقد اكيد المنتخب بطبيعه الحال بيتاثر. انا كله كان وحش، بالذات منطقه نص الملعب، منطقه نص الملعب كانت وحشه قوي يعني، وكانت ضعيفه وكانت بتادي دور كلاسيكي من غير مهارات، من غير ابداعات، من غير تخيل، منطقه جافه جدا، بتقطع وتسلم بتقطع وتسلم، لكن ما فيش بتكملش هجوميا، ما بتساعدش هجوميا، ما بتضغطش. منتخب مصر ما عرفش يضغط على تشيك في نص ملعبها كتير، منتخب مصر رجع لورا كتير. انا اعتقد كمان قلبي الدفاع في منتخب مصر سواء اللي كملوا المباراه او اللي خرجوا من المباراه كلهم كانوا يعني ضايقونا في عمليه التغطيه. يعني الجون اللي دخل فينا جون يعني ساذج جدا، ما يخشش دفاع منتخب مصر يخش في جون بالسهوله دي، واحد يخطف من ناحية الشمال ويجري لوحده في مساحه الكره تترمي له يلعبها بالعرض، الواحد خالي من ورا المدافعين. كان المشهد الحقيقه غريب، الرقابه في الثلث الدفاعي بتاعك، يعني ثلاثه خاليين من الرقابه في الثلث بتاعك اللي هو اهم منطقه واخطر منطقه بالزبط. لا كانت لقطه سلبيه كوميديه. تمام، نتمنى كمان الا تتكرر، ونتمنى ان احنا نركز على الجانبين. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن يونس، النجم نادي الزمالك السابق، وتحليله نظرته للمباراه الذهاب ومباراه العوده بكره، ايه اللي احنا ممكن نتعامل معاه. خلينا نقول لكم ان المباراه هتؤثر، او كانت اللي فاتت كمان هتؤثر، وكنا محتاجين نكسب في اللقاءين علشان نحسن من تصنيفنا، ولكن على اي حال نعدي المرحله دي الاول، وبعديها نبقى نركز في لقاء او لقاءات المجموعه، ومجموعتنا هتبقى عامله ازاي، مين معانا في التصنيف الاول، مين تصنيف تاني، هل هنستمر في تصنيف تالت ولا لا، ده هيبان، ولكن نعرف الاول ايه اللي هيحصل بكره. رجعنا الاسكندريه مره تانية، ولكن المره دي مع احمد عبد الباسط الناقد الرياضي في صحيفه الوطن من الاسكندريه مع المنتخب، نعرف ايه الاخبار. احمد اهلا بيك. هاني برحب بيك ووحشني. وانت كمان اخبارك ايه، كله كويس؟ كله تمام يعني ربنا يخليك. المنتخب ايه الاخبار واللقاء يعني باذن الله زي دلوقتي بكره ان شاء الله، ايه التوقعات وايه الاستعدادات الخاصه بالمنتخب؟ المباراه الساعه 6:30 بكره ان شاء الله. خليني اقول لك بعد الوقت اكثر من 12000 تذكره للمباراه ومطبوع 20000. المنتخب المصري يعني استعد كويس جدا للمباراه، خصوصا ان نتيجه مباراه الذهاب كانت مفاجاه بالنسبه لنا. شريف اكرامي بس حس بشد في رجليه، فهو على الفور مستر كوبر استدعى محمد الشناوي كحارس ايضا يعني عشان يدخل معاه في القايمه. مصطفى فتحي هيبقى ليه دور في المباراه اللي جايه، وده واضح في التدريب بتاع امبارح لهيكتور كوبر، وان هو بيديله تعليمات خاصه، خصوصا ان بعض يعني النقاد او المحللين قالوا ان كان مصطفى فتحي لازم يبقى ليه دور كبير في مباراه الذهاب. كان في يعني التشكيل بتاع مباراه الذهاب كان عليه علامات استفهام كتير، هيحاول لهيكتور كوبر يصلحها في مباراه العوده، ولكن انا سمعت كابتن ايمن يونس واعتقد ان هو الراجل بيصمم يلعب بطريقه 4-4-2 لسببين. السبب الاول دي طريقته المفضله ان هو يلعب بشق هجومي مع تنظيم دفاعي، السبب الثاني هو لو غير الطريقه هيثبت للجميع ان هو اللي كان سبب ان هو
في زي ما بيقولوا كده هو عليه العبء الكبير في خساره مباراه الذهاب. فاعتقد ان الامور دي كلها هيكتور كوبر حاططها في الحسبان. معنى كده ان بكره متوقع ان نلعب برضو باثنين مهاجمين، يكون يعني اي مكان الاسماء، ولكن اثنين مهاجمين صريحين في قلب هجوم المنتخب بنسبه كبيره، وده ممكن يحصل بنسبه كبيره اتوقع دوت، لان هيكتور كوبر بيصمم على اثنين مهاجمين، وان اللي جاي من تحتيهم بيبقى كهربا دايما وصلاح، ولكن الماتش اللي فات صلاح ما كانش موجود فده برضو عجزه شويه. وناحيه الشمال محمد عبد الشافي بيزق كهربا لقدام وبيطلع يلعب مع كوره، فده بيساعده نوعا ما في خطته في تنفيذها، ولكن الاصابات اثرت عليه. طبعا اثرت عليه، الملعب كان وحش، دي كلها مش حاجه مبررات. طيب، لان احنا كسبنا منتخب تشاد 5 برضه. تمام، باسم مرسي جاهز لخوض اللقاء غدا؟ باسم مرسي بنسبه كبيره ان هو ممكن ما يجازفش بيه ويبدا بيه اللقاء، لان الاشعه اثبتت هذه ان هو عنده كدمه شديده قوي في انكل القدم سمعت في وتر اكيليس، فبالتالي الطبيب قال لهم ممكن لا قدر الله في اي حاجه نتعرض لتغيير اضطراري بسبب الاصابه. وبالنسبه لباسم وبالنسبه لدودار خلاص نهائيا خارج المباراه، دودار مش هيلعب، واللاعب سمح ان هو يفضل في اسكندريه لمعاصره اللعيبه. اعتقد ان البديل اللي هيبقى سعد، هيبقى سعد سمير وهيبقى عمرو جمال، دول الاقرب يعني. تمام، الامطار هل اثرت باي شكل من الاشكال على ملعب برج العرب النهارده؟ في امطار كتيره موجوده، ولكن هم يعني مسؤولي برج العرب بداوا ياخدوا حذرهم ويشغلوا المصافي اللي في الملعب بحيث ان هو ما يعملش زي المره اللي فاتت، لان لو تم هطول امطار بغزاره وان حكم المباراه راى ان المباراه ما ينفعش تكمل، ممكن يتم تاجيلها 24 ساعه او 28 ساعه حسب ما خبراء الارصاد يعرفوهم في اتحاد الكره، هم بلغوا طاقم التحكيم. ولكن خليني اقول لك الاهم من ده كله، ان منتخب تشاد لسه ما وصلش، يعني هو تدريب الساعه 6:30 على ملعب المباراه، لسه ما وصلش لحد دلوقتي القاهره هنا. المفروض ان هم عندهم تدريب الاساسي النهارده في نفس التوقيت ده دلوقتي حالا. هو بالفعل التدريب الاساسي، ولكن كنت اتصلت من شويه مع السفير المصري في تشاد ادهم محمد نجيب السفير المصري، وقلت له بس المنتخب ما وصلتش، فهو الراجل رد قال ان هم كانوا المفترض يوصلوا امبارح الحد صباحا، ولكن حصل سببين اخروهم. السبب الاول ان هم كانوا جايين على طائره عسكريه، الطائره العسكريه دي لازم تيجي على الخرطوم، ومن الخرطوم على القاهره. الخرطوم في السودان رفضوا ان الطائره تنزل عندهم فعطلتهم، فاضطر رئيس الجمهوريه ان هم يخليهم يجوا على طياره خاصه الى القاهره، ومنها الى برج العرب. السبب الثاني ان الحارس الاساسي اللي اتكسر الماتش اللي فات او اللي اتصاب ما طلعتلوش فيزا، يعني مش هيجي معاهم، ولكن الحارس الاحتياطي ما كانش معمول حسابه في التاشيره، فبالتالي تم استخراج التاشيره دي النهارده صباحا. ده برضه كان من ضمن الاسباب ان هم يتاخروا شويه عشان يلحق يجي معاهم الحارس الاحتياطي، لان هو اللي هيلعب المباراه. تمام، المنتخب التشادي اعتقد ان هو مش هيلحق يتدرب النهارده هاني، لان هيوصل في ساعه متاخر. تمام، ودي طبعا نقطه غريبه جدا فيما يخص مواجهه في تصفيات كاس العالم، منتخب تشاد هو اللي عمل كده في نفسه بما انه اختار لقاء الذهاب في اخر فرصه في الايام اللي فاتت، وبالتالي هيرجع او هيوصل مصر لسه كمان شويه او كمان ساعات. بشكرك شكرا جزيلا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي في الوطن من الاسكندريه، نورتنا. منتخب تشاد لسه ما وصلش، ولكن تاكيدات السفير المصري في تشاد ان هم هيصلوا النهارده على طائره خاصه بقرار رئاسي من تشاد. على اي حال لقائنا هيقام غدا زي دلوقتي بالظبط، لقاء مصر مع تشاد. ايه اللي ممكن يحصل في حاله العبور من منتخب تشاد؟ ده هنعرفه من ارائكم وكمان اراء الناقد الرياضي الاستاذ محمد يحيى. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني، واهلا بالمشاهدين كلهم. عايزين نعرف يعني بعد الصدمه اللي اتصدمناها كلنا بالخساره امام تشاد، لسه في امل كبير كمان ان احنا نعوض في لقاء الغد، ولكن ما بعد هذا اللقاء دايما النظر لو عايزين نبص بصه بعيده كده للتصفيات والمرحله الاخيره اللي دايما بنخرج منها في الفترات اللي فاتت، ده ممكن ياثر ازاي على منتخبنا، وايه اللي احنا محتاجين نعمله بكره وما بعد لقاء الغد؟ والله يمكن المباراه كانت صدمه فعلا بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، لكن اللي انا شايفه من وجهه نظري ان كانت الصدمه مش في اداء المنتخب او مش في النتيجه، على قد ما قدر ان هي الصدمه كانت في قدره المدير الفني على قراءه المباراه او التصرف في المباراه بشكل كبير جدا. طبعا كان عندنا مفاجاه بالنسبه لكوبر ومستواه الفني، ان هو مش قادر يقرا المباراه او مش قادر يوضح، على الرغم من اصغر مشجع كان يقدر يقول لك ان كانت المشكله في ان انت ما عندكش صانع لعب او محدش بيوصل الكوره من نص الملعب لخط الهجوم، ودي يعني الازمه الحقيقيه كانت في المنتخب في الماتش الاولاني. اللي احنا شفناه كله كانت اعتماد على الاجناب فقط،
من في صناعه اللعب. والفكر ده يمكن فكر كان قديم شويه او فكر كان بيعتمد عليه مدربين في الفتره اللي فاتت، ويمكن ده بيوضح لنا حاجه ان الفكر ده انا اتوقع ان هو كابتن اسامه نبيه المدرب العام للمنتخب، خاصه لو انت تتذكر معايا مستر جورفان فييرا المدير الفني لنادي الزمالك كان هو ده خطته دايما مع الزمالك، ان هو بيعتمد على الاجانب في بناء الهجمات، وهو ده كان ساعتها اسامه نبيه مدرب العام المنتخب كان ساعتها مساعد مدرب. لكن هل من المنطقي ان هيكتور كوبر بتاريخه واسمه الكبير بعد فتره كمان من توليه قياده المنتخب بيعتمد على فكر كابتن اسامه نبيه في ان هو يعمل سواء اللعب بالاطراف او اعتماد على اثنين مهاجمين؟ ما ده اللي احنا استغربناه، وده اللي احنا ما توقعناهوش حاجه زي كده. كان في كلام قبل كده بيقال في الفتره اللي فاتت انه اسامه نبيه هو اللي بيختار التشكيل واللي بيختار لعيبه الزمالك عشان خاطر كذا، كل ده احنا تلاشيناه او ما صدقناهوش. لكن لما تلاقي بقى الفكر كمان بيطبق في الناحيه التدريبيه، طب احنا ايه لازمه بقى ان احنا يبقى في مدير فني اجنبي واسمه خلاص على الفاضي؟ يعني دي قناعتك يعني محمد؟ انا دي قناعتي الشخصيه ان دوت ان كفكر كمدير فني انا ما شفتلوش فكر في حاجه زي كده خالص، وان الفكره دي هي كانت فعلا كان بيطبقها مستر فييرا مدرب الزمالك السابق. ويعني مستغربنا جدا، يعني اي حد اي مشجع او اي حد بيفهم كوره كان من واضح جدا ان انت عندك مشكله في نص الملعب مش عارف توصل. وعلى الرغم من كده انت بتبدل مهاجم بمهاجم وبتبدل مدافع بمدافع. انا بختلف معاك في النقطه دي، وده دايما بيبقى صحي فكره الاختلاف، ولكن هيكتور كوبر كاسم ما اعتقدش ان هو يبقى ممكن السيطره عليه كمان في تشكيل او يعني في خطه بيضعها ان هو يلعب بين مهاجمين او يعتمد على اثنين. تبرر لي بايه ان انت شايف كراجل اعلامي رياضي ان انت شايف في وسط الملعب في خلل شديد جدا، بتلعب باثنين ديفندرين صريح هما طارق حامد ومحمد النني، مفيش حد فيهم بيبص لقدام خالص، وفي نفس الوقت انت مش راضي تنزل حد يكون مثلا عبد الله السعيد ينزل، او كنت المفروض ضميت حد زي مصطفى فتحي. ما هو المباراه كان فيها خلل فني واضح، ولكن لحد 90 دقيقه هيكتور كوبر سايب المسؤوليه لاسامه نبيه. انا اختلف معاك في النقطه دي. ما انا معاك، انا مش لازم يكون سايبها كامله اسامه نبيه، ممكن يكون بس بيكون باتفاق ما بينهم هما الاثنين، او هو ده مقتنع بحاجه زي كده هو كمان. بس في نفس الوقت انت برضه لازم بنقرا ما بين السطور ايه، ما بين الكلام ان انت الكلام ده الفتره اللي فاتت على اختيارات لعيبه الزمالك واختيارات لعيبه الاهلي، برضه ده كان كلام نقطه. النقطه الثانيه كانت الاهم، حته الاختيارات التشكيل نفسه اللي بتلعب بيه برضه شكله غريب، يعني مش الفكره في كده. انت ما كانش في عندك هجمات في المنتخب خالص غير من ناحيه الشمال ناحيه شيكابالا ناحيه كهربا، وبعد كده لما جه وقف له اثنين مدافعين في الناحيه دي ابتدى تاثير كهربا يبقى ينعدم يعني بشكل كبير جدا على الهجوم بتاع منتخبنا، وما بقاش في اي هجمات خالص، ودي كانت يمكن نقطه الضعف في المنتخب بتاعنا. طيب خليني اسالك بقى على المرحله دوت. المرحله اللي جايه هي المرحله التاليه، اللي احنا في انتظار ان احنا ان شاء الله نصعد لدوري المجموعات علشان خاطر نقدر نبدا نخش حتى على الاقل نبقى نعدي من المرحله دي، ونبدا نفكر بشكل كبير جدا وشكل اوسع ازاي هنقدر نلاعب الفرق او مجموعاتنا حسب التصنيف بتاعنا. ويمكن التصنيف اللي احنا عرفناه كان المستوى كان سيء جدا بالنسبه لنا بسبب مباراه السنغال برضو اللي ما اتلعبتش، اللي كان فيها ازمه كبيره مع المنتخب واتحاد الكوره، دي كان سببها ان هي نزلت بتصنيفك لان هي ما ادتكش اي سكور في التصنيف الشهري بتاع الفيفا، فبالتالي ان انت ممكن تتصنف تصنيف ثالث، فدي طبعا ازمه بالنسبه لك. انت دلوقتي منتظر ان انت ينتهي التصنيف دوت عشان خاطر تقدر يتم تصنيفك على انهي مرحله، سواء التصنيف الثالث او التصنيف الثاني حسب ما تبقى بقيه نتائج الفرق برضو اللي بتنافس معاك. بالتالي هتقدر تحدد كده المجموعات هتبقى انت على في انهي تصنيف بالنسبه لتكوين المجموعات، على اساس ان ندعي ان ربنا يوقعنا في لو تعدينا مرحله تشاد ان شاء الله ان احنا نقع في مجموعه سهله نقدر ان احنا نطلع فيها كاول مجموعه عشان خاطر نقدر نوصل كاس العالم. وعلى ما اظن ان الموضوع اهم حاجه بس الاول نبداها مرحله مرحله بالزبط. مرحله التشاد عشان خاطر هي دي المرحله الصعبه، وانا شايف ان لعيبه مصر حتى لو ان كانت التشكيل او التغيير، وان كوبر نفسه بيفكر ان هو بيغير من طريقه اللعب وبيفكر مغير من طريقه من لعيبه او من تشكيله اللعيبه. يبقى انت شايف ان احنا يغير من الطريقه بعكس ما قال احمد عبد الباسط ان هو يبدو ان هو هيعتمد على نفس الطريقه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد يحيى ناقد رياضي في الاخبار، نورتنا من خلال رايك بصوتك. يعني هو مختلف مع طريقه هيكتور كوبر كمان في اداره الامور، ولكن المهم دلوقتي ان احنا نعدي مرحله بكره مع منتخب تشاد
نكسب بنتيجة أكتر من هدف، يعني 2-0 أو 3-1 أو أي ما كانت، ولكن أهم حاجة فارق أكتر من هدف واحد، ولا نستقبل أهداف في هذه المباراة. ما بعد هذه المباراة، ما بعد هذه المرحلة، إذا مرينا بإذن الله من مواجهة تشاد، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى معنا 20 فريق، تأهل منهم بالفعل منتخب المغرب، منتخب الجابون، منتخب زامبيا على حساب السودان، الكونغو الديمقراطية، أوغندا وغينيا تأهلوا، لسه باقي الفرق ال20 هيكتمل شكلهم خلال اليومين اللي جايين، بكرة وبعده، وبعدها هنقسم ال20 فريق على 5 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، يصعد رأس كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بحيث أن يطلع 5 فرق إفريقية إلى مونديال روسيا 2018. وبعد الوصول، طب إيه اللي هيحصل لو إمتى تعمل التصفيات أو القرعة؟ ده لسه ما اتضحش حتى الآن، أو إيه التصفيات أو التصنيف اللي احنا هنعتمد عليه برضو لم يتضح حتى الآن، إن ده هيكون طبقا لقرارات من اجتماع خاص بالفيفا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبدو أن القرعة مش هتكون خلال اليومين اللي جايين، مش بعد نهاية التصفيات المرحلة الثانية مباشرة، هنعتمد بعدها على تصنيف هيبان بأي شكل من الأشكال، لأن لو قدامنا فرصة لحد شهر 5 أو 6 اللي جايين لسه ما اتعملتش القرعة، ساعتها هنحتاج وهيكون في مسؤولية كبيرة جدا على الجهاز الفني وعلى اتحاد الكرة، إن هو يختار لقاءات ودية نعرف نحسن من خلالها تصنيفنا، عشان ما نبقاش تصنيف ثالث. معنى تصنيف ثالث ايه؟ تصنيف ثالث معناه ان في تصنيف ثاني هيبقى فوقينا وتصنيف اول فوقينا، وبالتالي احنا تصنيف ثالث معانا فريق بس اضعف مننا وفريقين اقوى مننا طبقا للتصفيات، وبالتالي بتصعب علينا المهمه اللي هي كل سنه او كل 4 سنين بتبقى اصعب من اللي قبلها، بعد ما بنقرب بتبعد. على اي حال نعدي من تشاد بكره وبعديها نشوف ايه اللي هيحصل. في تعليقات على صفحتنا على فيسبوك، رايك بصوتك نقراها وبعديها نشوف بقى الشكاوى في الفقره المقبله. صابر أنور بيقول بمشيئة الله المنتخب هينجح ويفوز 4-0، نعدي المرحلة دي الأول. لزيزو فاس بيقول إن شاء الله منتخبنا هيفوز 3-0. أبو أهلا بيقول منتخب فاشل والمدرب كمان فاشل. على أي حال المنتخب بكرة هيخوض مواجهة، كلنا مع المنتخب نتمنى إن احنا نعدي مرحلة تشاد، وبعدها نركز في اختيارات اللاعبين، نركز في الخطة، نركز لأن لما وقت الجد يجي ما ينفعش نعتمد على 5 لقاءات كسبناها ونيجي على أهم نقطة ونخسر من منتخب تشاد. لقاء بكرة هيكون في تمام أو في 6:30 بإذن الله بتوقيتنا في استاد برج العرب في الإسكندرية. بعد الفاصل فقرة شكوتك بصوتك، لو عندك أي مشكلة اعرضها علينا في حلقتنا من دلوقتي، ابدأ جهز المشكلة واتصل بينا على أرقامنا اللي بتظهر خلال الحلقة بعد الفاصل في شكوتك بصوتك من رأيك بصوتك. اهلا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقتنا في رأيك بصوتك، فقرة شكوتك بصوتك. زي ما انتم عارفين ومتفقين دايما، أي مشكلة عندك تحاول تعرضها، لو معاك أدلة كمان عليها أو حابب تعرضها بصورة أو توثقها بأي دليل بدون ذكر أسماء، خصوصا لو كان فيها أي اتهام تعرضها وإحنا هنحاول نوصلها. طبعا ده يهمنا جدا يكون بعد ما انت اتخذت خطواتك اللي ممكن تكون فيها شكوى لمسؤول ما قامش بدوره، وتبدأ تعرض المشكلة على الهواء مباشرة. معنا تليفونات حضراتكم لو حابين تتواصلوا معنا وتعرضوا المشاكل. أول مشكلة من أستاذ رفعت من الفيوم. أستاذ رفعت أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. أهلا بحضرتك بأسرة البرنامج. أهلا بيك، اتفضل يا أستاذ رفعت. ازيك يا أستاذ هاني؟ بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا أستاذ رفعت أحمد عباس من قرية الصنباط مركز الفيوم. أهلا بيك يا أستاذ رفعت، اتفضل. عندي حضرتك نقطتين او 3 شكوى حضرتك. اولا الصحه. اولا انا ارحب بقناه النهار وباسره القناه جميعا، وارحب بالاستاذ هاني، وارحب باعداد اسره البرنامج رايك في صوتك. اتفضل يا استاذ رفعت، اعرض المشكله سريعا عشان ما ناخدش وقت الساده المشاهدين. اتفضل. حضرتك عندنا الوحده الصحيه بقريه الصنباط. احنا قريه الصنباط عددها 25,000 نسمه، غير حضرتك 5 قرى مجاورين ليها. الوحدة الصحية ما فيهاش أي علاج، الدكتور بيجيها في الأسبوع 2 ساعة. حضرتك حتى ساعة المريض المريض بناخده ما فيش أي حتى حقنة تيتانوس ولا حقنة مصل 10 كيلو بينه وبين المستشفى العام بمحافظة الفيوم. يعني حضرتك احنا تعبانين والعالم تعبانة في القرية. يعني بتعملوا ايه عشان تتعالجوا؟ يعني اقرب بقى، ما دام الوحده الصحيه مش شغاله بحسب ما بتقول، بتضطروا تروحوا للمستشفيات بعيده تماما عنكم. بنضطر نروح مستشفى العام 10 كيلو، لو هو مريض النهارده تعب الساعه 1 بالليل ولا 2 بالليل ما بنلحقوش، وحضرتك الميت بيموت عندنا بينتظر بالثلاث اربع ساعات ومفيش دكتور بيجي يكشف عليه ولا تسريح دفنه.
والوحده موجوده ولكن ما فيهاش امكانيات ولا فيها اساسا دكاتره بحسب ما بتقول. ما فيش اي امكانيات حضرتك ولا اي علاج ولا اي حاجه خالص في الوحده الصحيه. تمام حضرتك طيب. بالقريه ده في قريه الصنباط. ايه تاني في مشكله هناك عندكم؟ اتفضل. نفسنا تتطور سعادتك، يبقى فيها تحليل، يبقى فيها اشعه، يبقى فيها اسنان. الناس هنا بسطاء جدا، ما معهمش يطلعوا بره على دكتور خاص. حضرتك احنا بنشتكيش موظف بعينه، احنا عاوزين نطور وحدتنا. تمام. في مشكله ثانيه وضحت المشكله، في مشكله ثانيه تحب تعرضها من عندكم في الصنباط؟ الصرف الصحي بقريه الصنباط سعادتك. ايوه الصرف الصحي بقريه الصنباط، بنعاني قريه الصنباط باكملها بخمس قرى حواليها بتعاني من الصرف الصحي بقالنا سنين طويله. ايه المشكله تحديدا في الصرف الصحي؟ المشكله تحديدا احنا اتبرعنا حضرتك بالمجهود الذاتيه بحوالي ارض بمليون جنيه واسسنا عليها محطه الرفض. والنهارده المسؤولين مش عايزين يوافقونا بارض من الاوقاف، يعني ما عندناش ارض املاك دوله. لازم ناخد ارض من الاوقاف، من هيئه الاوقاف. هيئه الاوقاف سعادتك مش راضيه ايه توافق لنا بالايه بالارض اللي هي فيها رف، اللي هي محطه المعالجه. تمام. عاوزين حضرتك بنناشد المسؤولين والناشد ان احنا يوصلوا صوتنا. الاستاذ وائل مكرم محافظ الفيوم وصل صوتنا، سيد وكيل وزاره الصحه بالفيوم محسن شكري وصل صوتنا. تمام. انا بشكرك استاذ رفعت، شكرا جزيلا. شكوتين من قريه الصنباط في محافظه الفيوم. الشكوى الاولى وهي اللي اتكلم فيها في وقت يمكن واضح جدا ومشكله صريحه، ان الوحده الصحيه في قريه الصنباط اللي بتخدم بحسبه 25,000 نسمه وكمان القرى المجاوره بيها، الوحده الصحيه لا امكانيات بها، محتاجين ان هم يوصلوا صوتهم للمسؤولين في وزاره الصحه عشان يقدموا فيها الخدمات، عشان المواطن ما يضطرش ان هو يبعد عشرات الكيلوات عشان يروح يتعالج من اي مشاكل. فالوحده الصحيه تفتقر للخدمات المقدمه بحسب المواطنين في قريه الصنباط. دي رساله لوزاره الصحه لو حابين يتعاملوا معها. كمان مشكله الصرف الصحي في قريه الصنباط في محافظه الفيوم. معنا تليفون شكوى اخرى من استاذ احمد من اليوب. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك انا بتكلم على مشكله عامه هي التلاعب في اموال المعاشات وتاخير صرف المعاشات، معاشات التامينات الاجتماعيه. تمام. بالشهور وقد تصل لمده سنه لاكثر من 500,000 مواطن مصري او 500,000 مواطن، يعني هو عائل 500,000 اسره مصريه. تمام. حضرتك انا والدي حاله من الحالات ديت. انا والدي كان شغال في مؤسسه الاهرام الصحفيه، كان رئيس اقسام وخرج على معاش 60 سن 60 سنه ولظروف صحيه انا واخد توكيل منه لانه مش هيقدر يجري في اجراءات المعاش. نعم. تقدمت لتامين مكتب تامينات عابدين بتاريخ 24/6/2015 بطلب لصرف المستحقات التامينيه ومعاش لبلوغ سن 60. تمام. قالوا لي بعد 15 يوم تعالى اسال. رحت سالت، قالوا لي ان الملف ضاع فلازم نعمل بدل فائد، فمشيت في الاجراءات العاديه ان انا اعمل بدل فائد او الكلام ده، فلقيت ان الاجراءات ديت معتاده عند ناس كتير جدا، لان رقم ضياع الملف بتاعي في محضر تحقيق رسمي كان رقم 374. تمام. انا من شهر 6 لحد وقتنا هذا احنا ما صرفناش معاش. الموضوع باختصار يا فندم، أنا تقدمت ببلاغ للنائب لسيادة النائب العام بطلبه بالتحقيق في وقائع فساد بالمستندات وتلاعب في أموال المعاشات، بخصوص إن أنا قعدت أكتر من 6 شهور ويا عالم لحد إمتى ما بصرفش المعاش بتاعي. تمام. تمام يا فندم. دي جوهر طيب. المشكلة. طيب بعد ما قدمت البلاغ، يعني البلاغ حاليا بيسير في الاجراءات القانونيه؟ تم احالته برقم 14/44 سنه 2015 لنيابه وسط القاهره للتحقيق. تمام. الموضوع باختصار يا فندم، الموضوع مش موضوع شخصي، الموضوع يا فندم انا لما رحت وجريت على ورق والدي ودخلت اكتر من مكتب تامينات عشان اعمل بدل فائد واروح واجي والكلام ده كله، انا الحمد لله الملف بتاعه خلص، فخد رقم صادر بتاريخ 10/9 من مكتب تأمينات شبرا الخيمة المكتب تأمينات عابدين يا فندم. واصل مكتب تأمينات عابدين يوم 2/11 في البريد، مكتب يعني بيتعمدوا تأخير صرف تأخير الملفات وتأخير صرف المعاشات، يعني التفسير الوحيد لده ان هم بيستثمروا الاموال وياخدوا فوائدها، بدليل ان ده تفسيرك يعني، ولكن مش يعني معناش دليل على كده. لذلك
لذلك انا تقدمت ببلاغ ده رسمي للنائب العام لانه جهه التحقيق. ودي خطوه تحترم جدا الحقيقه، بشكرك عليها استاذ احمد. شكرا لحضرتك، نورتنا من خلال رايك بصوتك فقره الشكاوى. وهو بيتكلم على فكره تاخير المعاشات بشكل عام، من شهر 6 لم يحصل على معاش والده، وبالتالي قدم بلاغ للنائب العام بيتهم في بعض الجهات بان هي بتتباطأ وبالتالي بتهدر اموال على والده وعلى المواطنين. هو مشكله بيتكلم ان هي مش شخصيه، ولكن كيفيه حل هذه المشكله مهم جدا انك تتخذ خطوه قانونيه بما انك معاك بلاغ ومعاك مستندات بتثبت بيها صحه بلاغاتك، وده الاجراء الصحيح. بعدها بنبدا نعرض المشكله ونحاول كمان نكشف اي مشكله موجوده بالنسبه لحضراتكم. خلونا نقول لكم ان احنا كده خلاص وقتنا انتهى، ولكن بكره هنتقابل في حلقه جديده باذن الله، هنتناقش في قضيه جديده لمده ساعه بالاضافه لتلقي الشكاوى مع حضراتكم. بكره موضوعنا كالتالي. على مواقع التواصل الاجتماعي اسئلتنا بالفعل موجوده عن الاسعار ايضا، ولكن حاليا عن اسعار الحديد وارتفاعها رغم انخفاضها عالميا. كيف ترى قرار رفع اسعار الحديد في مصر بالرغم من الانخفاض الحاصل في هذه الاسعار على المستوى العالمي؟ في رايك ما هو تاثير رفع اسعار الحديد خاصه في قطاع البناء السكني؟ واخيرا من ضمن اسئلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي